آمال كبيرة تحدو تونس بموسم سياحي واعد، حيث تأمل في أن تستقبل 7 ملايين سائح لأول مرة هذا العام بعد أن شهدت أعداد السائحين تراجعا في عامي 2012 و2013 بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد. وكان عدد السائحين الذين زاروا تونس حتى نهاية عام 2010، أي قبل شهر من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، قد بلغ نحو 6.9 مليون سائح، وهو رقم قياسي. بينما يرى بعض العاملين في مجال السياحة أن عام 2014 سيكون عاما مصيريا للسياحة التونسية. 2014 سنة الطموح، سنة الانطلاقة من جديد للسياحة الصحراوية، باعتبار أن السنوات الثلاثة اللي فاتوا كانوا صعب وكانوا تأثيرهم بشكل كبير معناتها على الحركة السياحية. اللي نعرفه احنا وقت اللي الحركة السياحية تشهد هبوط تأثر بصفة مباشرة وبسرعة كبيرة برشا على كل ما هو اقتصاد وعلى كل ما هو وضع اجتماعي في الجهة. وتمتلك تونس العديد من مناطق الجذب السياحي، علاوة على شواطئها التي يفد إليها الزوار من أوروبا في فصل الصيف. ففي تونس مواقع أثرية مثل الحم وقرطاج والحمامات، كما تضم مواقع للسياحة الصحراوية في الجنوب. لكن أعداد الزائرين للمواقع الصحراوية في تونس تراجعت كثيرا في السنوات الماضية. وانتشرت أعمال الشغب بعد الثورة التونسية في عام 2011، وأدى ذلك إلى إلغاء حجوزات وعدول أعداد كبيرة من السائحين عن السفر إلى تونس. لكن مع الانتقال الديمقراطي السلس نسبيا في البلاد، بدأ السائحون يعودون بمعدل أكبر. ودعت وزارة السياحة إلى استثمار التقدم السياسي في تونس في الترويج للوجهة التونسية واستقطاب مزيد من السائحين الغربيين إليها. ويأمل أكثر من 500,000 عامل في قطاع السياحة في أن تستعيد السياحة الأجنبية إلى تونس عافيتها قريبا، إذ أنها تعد أول مصدر للعملات الأجنبية للبلاد. خالد حسين، رويترز.